أنا قررت مش نعمل فيديو هذا مش نوصل صوتي الناس المسؤولة في البلاد، الناس المسؤولة في تونس. أنا إنسان سيفري مريض، مش مريض، مريض يمكن تعني الكثير، أما أنا إنسان vivant avec le VIH، معناها متعايش بالمرض هذا اللي هو مرض السيدا، لكن عايش نورمال، نشرب في دواء، عندي عائلة معناها معرس بامرأة انفكتي كيفي، الحمد لله معناها تبع في تباشر في الطبيب نتاعها وتباشر في تشرب في دواها ولاباس عليها بريسك، ولا بروف انه البيبي جا معناها زيرو نيجاتيف، البيبي جا لاباس عليه الحمد لله. ودونك انا حسيت اللي مسؤوليتي كبرت. انا عملتو اكاي الفيديو انونيمو خاطر في اللي احنا عايشو برشا ديسكريميناسيون. بون باش ما نعممش، مش الناس الكل معناها تعرف المرض شنو هو، واللي يعرفوه ماهمش الكل متفاهمين، فيهم اللي متفهم وفيهم اللي ما يعرفش، جيست يسمع لفات انه يسمع مرض السيدا الا و معناها يهرب كومبليتمون وما عادش يحب يراك وما عادش يحب يكلمك وما عادش يحب. دونك قررت باش نوصل ميساج للناس اللي تجهل المرض هذايا، المرض هذايا اللي ني بلو معناها اون مالادي مورتال، في اللي تقدمنا والطب تقدم وكل شيء، ولا مرض اون مالادي كرونيك كيفه كيما السكر كيما القلب كيما الدم، جيست تشرب له دواه الورير معناها في وقته وتعيش حياة لابس عليها كيف كيما أي إنسان آخر عادي. بتاعي أنا نخدم معناها نخدم في مجال النقل بما يعبر عليه كلونديستان، كلونديستان معناها عرضة باش تفكر هبتك، عرضة باش يضربوك بمحضر ب700 دينار، عرضة باش تعطي الرشوة في الكياس باش تنجم تتعدى، معناها عرضة لكل شيء. وان بليس لا قدر الله باش تعمل اكسيدون، الناس اللي انت معاهم ما همش اسيوري. انا لاني طالب لا شفقة، لاني طالب رحمة، ماشني طالب حتى شيء، طالب من الدولة، طالب من الحكومة، طالب من وزير النقل، طالب من وزير الشؤون الاجتماعية، طالب من كل إنسان ينجم يعاوني ولو معناها بكلمة، طالب رخصة، مشني طالب حتى شيء، رخصة متاع نقل. في اللي أنا نتمتع بالشهرية متاع ذوي الاحتياجات الخاصة، خاطر ما نحبش نقول معاقين، خاطر المعاق معاق الفكر والضمير. أنا مشني معاق الحمد لله، صحيح متعايش بالفيروس هذايا، لكن نحس في روحي اللي أنا جسوي معناها اون غراد داتر ان ممبر اكتيف في المجتمع هذا. أنا نجم نخدم، نجم نعاون بلادي، نجم نكون ممبر اكتيف، نجم نعمل كل شيء. يمكن نجم نعمل اللي ما نجمش يعمله إنسان لاباس عليه. أنا نجم نعمله. دونك ما فماش مانع باش ما تعطينيش دولتي رخصة. عشت الفقر، عشت الحرمان، عشت الكراء، عشت توسكي ايه معناها الفقر شفته من زوايا الكل. ما نحبش بنتي تشوفه، ما نحبش نضيع بنتي، نحب نقف على بنتي، مش كيما انا عشت يتيم، ما نحبش بنتي تعيش يتيم، نحب نوصل بنتي كيما الناس الكل، نحب معناها نعمل عائلة، نحب نعيش كيما اي تونسي. ما نتصورش كان فما مانع.